حفاظا على كرامة المغاربة ومحمد الشيبي رسميا منع حسين الشحات من دخول المغرب نهائيا سواء رياضيا عندما يأتي الأهلي أو منتخب مصر للعب في المغرب أو من أجل أي أغراض أخرى. ممنوع حسين الشحات من دخول المغرب نهائيا. هذا البلطجي، هذا الخسيس، خسيس وبلطجي الكرة المصرية. لايك، اشتراك، فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. ولا تنسى ورب الكعبة، هذا الكلام لن تسمعه في أي قناة أخرى على منصات السوشيال ميديا. الملك المغربي أصدر قرار اليوم بمنع حسين الشحات من دخول الأراضي المغربية نهائيا، والملك المغربي وفوزي لقجع بيتابعوا القضية باهتمام مع مسؤولي نادي بيراميدز من أجل أن يأخذ محمد الشيبي حقه. الكاف ما تقدرش تماما تتدخل في الموضوع، لان في نص في لائحة الكاف تؤكد من حق كل رئيس دولة منع اي فرد من دخول البلد حتى لو كان هذا الفرد لاعبا، اذا قام هذا اللاعب او هذا الفرد بشيء مشين ضد الدولة او احد من افرادها. نص واضح، لا تدخل للكاف، يعني بالمعنى البلدي الكاف مش هتقدر تقول للمغرب دخلوا حسين الشحات عشان الاهلي مثلا هيلعب الوداد، او دخلوا حسين الشحات المغرب عشان مصر هتلعب المغرب، او ما شابه ذلك من الامور. الملك المغربي اكد ان حفاظ على كرامة المغاربة واي فرد حتى لو كان عنده سنة مغربي هي مهمته الاولى، وبالتالي هذا القرار القاسي ضد حسين الشحات علشان يعلمه ان الله حق، ويعرفه ان التصرف اللي عمله ضد محمد الشيبي تصرف صبياني ما يطلعش الا من لاعب همجي، لاعب ما ترباش، لاعب ممكن يكون امه وممكن يكون ابوه ربوه، لكن هو زرع شيطاني، زرع شيطاني.